مزيد من المتابعة. ينضم إلينا من واشنطن السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي. سيد دان أهلا بك ومرحبا. هل صحيح بأن هناك صدمة في الشارع الأمريكي ووسائل الإعلام الأمريكية حتى أنه الحديث الآن يتركز على استطلاعات الرأي التي أخطأت؟ وكيف يمكن تصور الملفات الساخنة والهامة إذا كان في الداخل الأمريكي أو حتى فيما يخص السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة بوجود ترامب وأفكاره؟ شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الأمر في هذا اليوم الهام. بكل تأكيد هناك الكثير من الخطأ في توقعات الرأي، وكذلك هناك كثير من الصدمات وبعض الأمور المذهلة التي فاجأتنا جميعا، فبالتالي كانت الأمور غير متوقعة نهائيا، خاصة في هذه الانتخابات. حتى نهاية الانتخابات كانت هناك الكثير من الاستطلاعات الرأي التي تظهر تقاربا كبيرا بين المرشحين، وكانت الكفة يمكن أن كانت أن تميل باتجاه الحزب الديمقراطي، فبالتالي أصبح هناك انقلابا في كفة الأمور. أعتقد أن هذا أيضا تقلبات كبيرة كما نراها على الساحة السياسية، وبغض النظر عن من ينتصر في هذه الانتخابات لن يكون هذا له تأثير على القضايا بشكل مختلف. سواء دونالد ترامب سوف يتبع بعض السياسات التي لن تختلف بشكل جذري، هناك بعض الصدمة، ولكن في نهاية الأمر سوف يكون الأمر متعلقا بكل التوقعات في السياسات والتحول والانتقال للسلطة، وبالتالي أعتقد أن هناك الأمور الكثيرة التي تحدث وفقا للتوقعات، لأن ترامب كان في البيت الأبيض من قبل، فبالتالي هذا يضع المزيدا من الاحتمالات للتوقعات فيما يتعلق بإدارة الشأن الداخلي وكذلك الخارجي. يمكن أن نقول أن هناك صدمة، ولكن النتائج كانت أيضا متوقعة لدى الكثير من الأطراف. كيف يمكن أن نحلل وننظر إلى المسار؟ يعني كسر الجدار الأزرق وحصول ترامب على تقريبا 312 صوت في المجمع الانتخابي وحتى فوزه باكتساح في الولايات المتأرجحة، ما هي الخطوات؟ ما هو شكل هذا المسار الذي أفضى في النهاية إلى هذا المشهد وهذه النتيجة؟ لقد ظهر الأمر حقيقة أن دونالد ترامب قدم الكثير من البدائل الواقعية الملموسة. الحملة الانتخابية من جانب كامالا هاريس كانت غامضة تماما، هي حاولت أن تختلف وتنأى بنفسها عن توجهات بايدن، ولكن لم يكن الأمر واضحا ما هو الاختلاف الواضح بين بايدن وكامالا هاريس، فبالتالي هذا الأمر أصبح واضحا وجليا أمام الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار الذي يؤثر بشكل مباشر على الشعب الأمريكي، وكذلك الأزمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وفتح الحدود الجنوبية. كل هذه القضايا كان ترامب واضحا تماما في سياساته حيالها، فبالتالي حصل على كل الدعم من الأقليات ومن الأغلبية الأمريكية الذين يرغبون حقيقة في تناول وحل كل هذه المشكلات. دونالد ترامب قدم بدائل حقيقية واقعية وملموسة. هل تعتقد سيدان بأن الحزب الديمقراطي أخطأ كثيرا وغلب الأيديولوجية بشكل أكبر وأخطأ حتى في قراءة الناخب الأمريكي وركز على ملفات سياسية كملفات المرأة والإجهاض وابتعد كثيرا عما يهم حقيقة الناخب الأمريكي؟ إن قضية الإجهاض لا زالت تتسم بالكثير من الجدل في الأوساط الشعبية في الولايات المتحدة، وبالطبع هناك بعض الداعمين لهذا الاتجاه وهناك الكثير من المناقضين. هذه إحدى القضايا من وسط قضايا أكثر أهمية. بالطبع الديمقراطيين كان لهم تفوق في هذا الشأن من أجل الحصول على مزيد من الأصوات. عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأخرى
هناك الكثير من الآراء المختلفة فيما يتعلق بتوجهات وسياسات ترامب التي بدت للشعب الأمريكي أكثر إيجابية في هذه القضايا التي تهمهم بشكل مباشر. الشعب الأمريكي ذكي للغاية ويعلم تماما ما هو الصالح له وهذا ما وضح كثيرا سيد دان فيما يخص هذه النتيجة والمفاجأة التي انعكست بشكل كبير على استطلاعات الرأي وأظهرتها بالمخطئ الكبير. من واشنطن السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.